استاذ هاني منسي. اتفضل. مساء الخير. ببارك للدكتور حاتم على المجموعه وببارك له على الجائزه المؤخرا. الاطباء يكتبون. نزل تعليقاتكم وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما دام قلنا اطباء ودكتور حاتم طبيب فهو لمسه الطبيب موجوده ولكن مش صارخه. لمسه الدقه موجوده. يمكن في تنوع في القصص وده واضح جدا. تنوع زمني من الكتابات اللي اتكتبت وبعد كده عاد لها تاني مرات تانيه. دي نقطه. دكتور حاتم بيكتب من بحرص، بياخد بحرص جدا، بيتعامل مع الذاكره بحرص جدا وده ملحوظ في النوستالجيا. ولكن نوستالجيا زمان دكتور يسري يمكن نوستالجيا مش بالمعنى المعهود او التقليدي. من البدايه مثل روتينه كلوب قديمه ادت عندي وفي وعي قبض ريح. باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. وكمان اللي اكد الموضوع ده اللي هو التقدمه بتاع الجبران والضباب وبرده نفس فكره قبض الريح، اي انت ماذا بعد. الجد بينتهي بالحياه بتاعته او بعد كل اللي في هنا نظام الاحاله يعني من غير ما يقول لنا، لكن في احاله في وعينا ان هو وصل لدرجه ما ولكن بنوع من او قرب نهايه المشوار. وفي هنا برضو قرب نهايه المشوار ان هو يستغني عن كل ده ويكتفي بالبدايه الصغيره اللي هو كل حياته اللي فاتت دي كانت قبض الريح ولا منفعه تحت الشمس، واكتفيت بالحجره بتاعه الذكريات. فهو ايضا بيعتني، هو بيقدس الذكريات وبيتعامل معها بحرص جدا جدا، وابطاله كذلك. يعني ابطاله زي السارد او زي البطل اللي هو بيكتب من الذكريات وبيقدسها. الملمح جميل اللي هو دائرية العنوان مع آخر جملة في النهاية، وده اتكرر في مثل روتينة، وكمان اتكرر في شارع جانبي. يعني شارع جانبي بدأت وانتهت بحاجة بنفس الجملة تقريبا. هي الفكرة برضو ان انت زي ما بتبدأ زي ما بتنتهي، او حياة دورة الانسان هي نفس الفكرة اللي انا قلتها الاول اللي هي قبض الريح اللي هو بعد كده. طب وماذا بعد؟ وهو طبعا ماذا بعد يعني بعد الكفن اللي هو بقى بعد الهالة الكبيرة اللي هي اللي بنتعامل معاها الميتافيزيقية والفيزيقية اللي احنا الخلط ما بينهم اللي عملوا ده، واحنا في الصراع ده طول حياتنا وكأننا عايشين للأبد. وبعد كده طب وماذا بعد؟ بنوصل لمرحلة اللي هو قبض الريح أو مثل روتين الكلوب القديمة. شكرا دكتور حاتم. شكرا. شكرا دكتور هاني منسي.